الصراع بين الدولة والحركات الشبابية الثورية ما زال مستمرا، حيث صدر اليوم قرار محكمة الأمور المستعجلة باستمرار حظر حركة 6 إبريل والتحفظ على أموالها ومقراتها، وذلك تأييدا للحكم الصادر من نفس المحكمة في إبريل عام 2014. إصدار قانون التظاهر الذي اعتبرته القوى الثورية مؤشرا على تراجع الحريات كان أحد الأسباب الرئيسية التي أطلقت شرارة الصدام بين الحركة والحكومة، وذلك بالإضافة إلى رفض الحركة التحول إلى حزب سياسي والتمسك بكونها كيانا منظما غير رسمي. لكن السلطات السياسية الحالية والسابقة ترى أن هذا يصب في اتجاه تفتيت الدولة وإسقاطها، وهو ما أدى إلى استمرار الصراع بين الحركة والحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير. وفي نفس السياق قررت محكمة الأمور المستعجلة حجز الدعوى التي تطالب بحظر روابط الألتراس في مصر لجلسة 27 من إبريل للنطق بالحكم، في الوقت الذي أمرت فيه نيابة أمن الدولة العليا بحبس سيد مشاغب مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك ألتراس وايت نايت 15 يوما على ذمة التحقيقات. ويواجه سيد تهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الهدف منها تعطيل مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية أحداث استاد الدفاع الجوي. ومن المعروف أن حركة 6 إبريل وروابط الألتراس المختلفة كان لهم دور فعال في ثورة 25 من يناير، حيث يرى السياسيون أن انغلاق المجال السياسي في مصر دفع الشباب إلى تكوين والمشاركة في هذه الكيانات والحركات الاحتجاجية. الاتهامات التي يواجهها المنتمين لتلك الكيانات تقترب بهم من التصنيف ككيانات إرهابية بحسب القانون الجديد، فهل سيستخدم هذا القانون في مرحلة لاحقة كورقة ضغط ضد هذه الكيانات ذات الدور الفعال في الثورة المصرية؟